أنا اسمي رمضان، عمري 27 سنة، جيت العمان 26/11/2005. بس حسين هنا يعني بالأمان يعني أكثر، وارتاحين أكثر، الواحد يأكل أي شيء، المهم يكون باله مرتاح ويكون يعني يشوف عائلته مرتاحة وسعيدة. مو أهم شيء واحد يأكل ولا أهم شيء واحد يشرب، وإنما يحس بالراحة ويحس بالأمان ويحس نفسه بوسط أهله وناسه وعايشين وما بيهم شيء، هو هذا الكافي. احنا يعني الكبار كل شيء ناكل خبز وبصل وملح، يعني اكثر الاكل المفضل اذا ما عندنا اكل مرات وجبه من الوجبات ناكل بصل وخبز وملح، يعني صراحه ما بيها عير. بس مرات الاطفال يعني نحتار، الطفل ما يقنع، هاي بنتي تريد حليب تظل تبكي، ابني يبكي يريد حليب ما عندنا. مثل مرات يشتهون حلويات، يشتهون فد نوع من الفاكهه، ماكو المصاري او الفلوس نشتري لهم، زين فنظل عاد نقابلهم وقاعدين، ماكو اي يعني ما نقدر نحكي وياهم او شيء، ضرون يبكون يبكون منا من يسكتون.